ايه رأيكم فيها وانا بضحك على شيرين واخد ها الكريدت كاردز بتاعتها؟ ايه رأيكم فيا؟ ايه رأيكم فينا؟ حلوين صح؟ بكرة بقى هنعمل لكم فيديو من المحكمة، سلم عليهم. اوكي؟ صح؟ بس بقى خلاص روحوا انتوا عشان انا عايز اكمل بس اقول كلمتين. انا عمري ما عملت فيديو ولا اتكلمت ولا اهتميت ابدا اني ارد على اي حاجة في اي يوم من الايام اتقالت عليا. بس النهاردة اتفرجت على حاجة، يعني على كام حد بصراحة حابب ان انا اشكرهم واقول لهم ان انتوا كتر خيركم طلعتوا يعني اكرم واجدع من الناس اللي بتفتكرهم علاقات دم وقرايب وحبايب وعشرة عمر. مش يعني صحيح ممكن يكون اخوك مش من دمك، يعني انا عايز اقول لكم انه انا ما بحبش ابدا ادافع ولا ارد اقول اصل مش عارف ايه حصل ولا انا ما عملش كده ومش عارف ايه، وكان يكون اكبر بكتير 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 الحمد لله اخلاقا، يعني مش اي حاجه، من اني اتكلم وادافع عن حاجه زي كده. انا عارف مين للاسف للاسف اقرب الناس لينا، هم الزقين ناس على ناس برضو قريبين مننا، عشان مع انهم مش عايشين دلوقتي خالص حوالينا وعشان كده بيعملوا كده. ولو عايزين تعرفوا الحقيقة ان الناس دي كلها كان ليها مصالح في ان شيرين تبقى منتهكة ومش فاهمة حقوقها، ولما جه بني ادم فاهم شيرين حقوقها وبقى شيرين هي اللي مسؤولة. وعلى فكرة شيرين عندها شركة بتدير اعمالها، انا ماليش علاقة بيها، والناس كلها اللي بتتعامل في السوق عارفين الكلام ده. تاني حاجة، وعلى فكرة تيم ورك فيري بروفيشنال بيشتغل على شيرين، يعني هم ناس بروفيشنال ما بياخدوش أوامر من حد أو إرشادات من حد، يعني زي ما الناس بتقول الناس فاكرة. وبعدين عايز أقول للناس حاجة، يعني هي شيرين أقدم مني وأنجح مني، فهل انتوا يعني انتوا لما بتقولوا كده انتوا بتقللوا من نجاح شيرين ليه؟ لان شيرين مش محتاجه حد يقول لها تعملي ايه ما تعمليش ايه. انا اتجوزتها شيرين عبد الوهاب على فكره، انجح واحده في الوطن العربي وناجحه، ومش محتاجه ابدا ان حد يقول لها تعمل ايه ما تعملش ايه. ولو هي بعد الخبره دي جت سلمت امورها لحد كده يبقى هي ضيعت كل وجع السنين وتعب السنين تعبته في السنين دي كده هباء اديته لحد. اعتقد ان شيرين اكبر من كده. واما بالنسبه لاقرب الناس لينا اللي انا عارف طبعا ان النهارده عشان شيرين الحمد لله بقت يعني قادره بامورها وقادره تسيطر عليها اكتر، وده طبعا مموتهم لانهم يعني مش عارفين يعملوا حاجه غير كده، زي ما تقول الحنفيه اتقفلت بالبلد، يعني هم هيفضلوا يعملوا الحاجات دي يعني املا منهم في ان لا قدر الله العلاقه دي تتأثر أو تنتهي. الحمد لله رب العالمين. أنا دايما بقول لشيرين إنه، وهي دايما بتقولي كده برضو، إن إحنا ربنا اختارنا لبعض، وما أعتقدش إن في اتنين ربنا اختارهم لبعض ممكن يفرقهم إنسان، وخصوصا الإنسان ده لو كان مش سوي، أو ما أعتقدش إن في إنسان عنده علاقة بربنا كويسة يقبل لا يزق حد على حد. أنا مش بدافع عن حد على فكرة، ولا اللي اتزق عليه من حقه ان هو يتكلم عني كده ايا كان درجة قرابته ليا. انا مش همشي بقى ورا حتة هو بينكر او ما بينكرش او صوته او مش صوته او مش، انا ما يخصنيش الكلام ده. انا يخصني ان انا فعلا بقى عندي تراست ايشوز، يعني عندي مشكلة في الثقة في الناس اللي حواليا، لاني اتأذيت فعلا من اقرب الناس ليا، والشخص ده مش اول مرة يأذيني. هو وانا اسف اني بقول الشخص ده، مش عايز حد يزعل مني، لان صعب جدا اني اقول الاسم العادي عليا بعد اللي هو قاله، بعد اللي هو بيعمله وبعد المصر ان هو يعمله، ايا كان بقى حد جرجره وحد سجله، وانا عندي بروفس ان حد سجله بصوت صاحبة الموقع اللي نزلت بتقول ان احنا زقينا عليه حد لمدة 6 شهور عشان يخترق، واحنا عرفنا المعلومات دي ان حسام بيعمل كده فحبينا نتاكد منها، فزقينا عليه حد عشان يوصل الحقيقه خوفا ودفاعا عن شيرين. لا، شيرين مش محتاجاكم خالص تدافع عنها،
الحمد لله شيرين بني آدمة كبيرة وراشدة وفاهمة كويس أوي حقوقها، ابعدوا بس عنها. أنا مش بتكلم طبعا عن الناس، أنا بتكلم عن الناس اللي عايزين يأذوها، ابعدوا بس عنها، سيبوها تعيش لحياتها ولعيالها ولبيتها ولفنها ولجمهورها. كفاية كفاية، لأنه إحنا لحد دلوقتي، وإحنا طبعا دايما بنقول كده حسبي الله ونعم الوكيل، لحد دلوقتي بنقول كده وبنتعامل بمنتهى الأدب، بس ده مش معاه ضعف. لأن بجد بجد لو الحاجات دي استمرت، أنا قادر كويس جدا إني أرد عليها، وقادر كويس جدا إني أجيب حقي لحد آخر نقطة بالقانون، وأيا كان من مين مش هيفرق معايا درجة قرابته. أو لأن كل للأسف للأسف يعني، طبعا في ناس هما اللي عاملين كده كصحافة وكده، ولكن أساس القصة، أطراف القصة اللي زق البنت دي فعليا واللي تسجل له فعليا، هما من أقرب الناس لينا. فعشان كده أنا بقى عندي مش يعني مش هيفرق عندي صلة القرابة إيه، لأ هيفرق عندي إنه بني آدم ده بيفتري، بيخرب بيوت، وبيتكلم في أعراض، وجاب سيرة أمي، وأنا أمي دي عندي غالية جدا، لأن أي حاجة اتعلمتها في حياتي ودي الناس متعرفوش، حلوة أو كويسة أو محترمة أو، فهي أمي اللي علمتها لي. أمي، أنا أمي والراجل اللي خلفني يعني منفصلين تقريبا قولوا من 30 سنة. أمي هي اللي ربتني، أمي هي اللي علمتني، أمي هي اللي كانت دايما بتقول لي اسأل عليه وده مهما أذاك مهما عمل، علمتني كده. وأنا فعلا كنت بعمل كده لحد آخر لحظة، بس طبعا وأنا سألت دينيا وشرعا إن لما يكون الأذى يوصل لكده، لا طبعا كده كفاية. وأنا مش زعلان ولا متضايق من الناس من حقها لما تكون بتحب شيرين وشايفة إنه ممكن يكون بيحصل فيها حاجة زي كده، إن هي تقلق وتخاف. فأنا برضو مراعاة لخوف الناس والناس اللي بتحب شيرين وخايفين عليها، بقول لهم اطمنوا عليها، شيرين ما شاء الله إن شاء الله الفترة اللي جاية هترجع شغل قوي جدا، هتفهموا برضو هي كانت بتحضر ليه الفترة اللي فاتت، فحاجات كتير وحاجات هتبسطوا منها وهتعرفوا إنه ما كانش تضييع وقت الحمد لله. وبس اطمنوا، وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله ربنا هيجيب لنا حقنا، وإحنا كمان قادرين إن احنا ناخد حقنا.